مرحبا بكم في الدرس الثاني من سلسلة دروس مايكروسوفت أكسس. الدرس الأول شفنا فيه كومون كريا ان تابلو، دابا كتجي المرحلة ديال لا كرياسيون ديال لي فورميلاغ. الدور ديال لي فورميلاغ هو دو كريي لي انترفاس جرافيك بور فاسيليتي ليتيليزاسيون ديال لي ديفيرون زوبجي اللي عندنا في الأكسس. مثلا الا بغيت نعمر هاد لا طابل، بغيت نسيزي دي دوني في هاد لا طابل، كيخصني واحد الفورميلاغ لي اترافير هاد لو فورميلاغ ممكن نعمر لا طابل. دونك بور كريي ان فورميلاغ كنمشي كريي فورميلاغ، بيان سور كنكليكي على لا طابل عاد كنمشي لكريي فورميلاغ. دونك كوم سا جي كريي ان فورميلاغ بور سيزير لي دوني في لا طابل تي الف. كيبقى نسجل فورميلاغ، دونك غنحيد تي وندير بلاصة اف باسكو سيت ان فورميلاغ. اوكي داكو، حتى الفورميلاغ بحال لا طابل، كاينين دي مود، كاين مود فورميلاغ او مود كرياسيون او مود باج. دونك باش نتحكم في لا ستركتور ديال الفورميلاغ كنمشي كليك دروا مود كرياسيون، اما لو مود فورميلاغ هو سيت ان مود ديال لا سيزي بي كنسيزي لي زانفورماسيون. باغ اكزومبل مثلا الف ا ادريس باغ اكزومبل ان نيميرو دو تيليفون اون دات دو نيسونس اي اون فيل. فوالا بور انغوجيستري لي زانفورماسيون كنزين لتحت كاين لي كون نوفيل انغوجيسترومون كنكليكي عليه. دونك كنمشي لا طابل كنتاكد بلي راه لي زانفورماسيون تسجلوا اترافير هاد الفورميلاغ. كوم سا جي كريي لو بروميير فورميلاغ افيك مايكروسوفت اكسس. نكملوا على لا بارتي فورميلاغ، وبالضبط غادي نزيدو دي بوتون. دونك ناخدو بار اكزومبل فورميلاغ لي هي اف اليف، غندخلو اون مود كرياسيون فوالا، وغنزيدو دي بوتون. اي دونك اول بوتون كنحتاجو هو بوتون انغوجيستري. دونك كنمشي ل كرياسيون بوتون في لا ليست دي كونترول بوتون، كنتراسي لو بوتون. دونك كيعطيني لاكسيس هاد لا فونيتر، ملي نكليكي على هاد لو بوتون اش خاصو يدير؟ دونك لاكسيس كيقول لي راه كاين بزاف ديال لي زيفينمون بيان بزاف ديال لي زوبيراسيون. انا غادي نقول ليه اوبيراسيون سور انغوجيسترومون اجوتي ان نوفيل انغوجيسترومون سويفون. فهاد ليتاب كنتحكم في الاسم اللي غادي يبان فوق لي بوتون. دونك باغ اكزومبل بغيت يبان في لو بوتون اجوتي كنخلي اجوتي سويفون تيرميني. فوالا جربوا هاد لو بوتون واش سا مارش. كنمشي لمود فورميلاغ كليك دروا مود فورميلاغ كليك على اجوتي سيزي ان اوتر اليف باغ اكزومبل اليف دو اون ادريس ان نيميرو دو تيليفون بيان سور هاد لي زانفورماسيون ما صحاحش. دونك اون دات دو نيسونس غير باش نجربو لو بوتون واش سا مارش. وكنحدد لا فيل وكنكليكي على اجوتي فوالا، كنمشي لا طابل كنتاكد دونك لي ليف دو الي اونغوجيستري دونك لو بوتون سا مارش. دابا جو في كريي ان اوتر بوتون كليك دروا مود كرياسيون، غندير لو بوتون باغ اكزومبل لو بوتون نمشيو بار كاتيغوري، نمشيو بار كاتيغوري مثلا بقاو غير في اوبيراسيون سيغ اونغوجيسترومون، ندير لو بوتون انيولي سويفون. هنا عندي الحق نخلي امو ولا ام فراز تبان في لو بوتون ولا ايماج. انيولي معروف بهاد لا فليش اون بلو، نخليه سويفون تيرميني فوالا انيولي. هيا ندير ان اوتر بوتون، دابا غندير لو بوتون كاملين عاد نجربوهم من بعد. دونك نفس لا كاتيغوري اوبيراسيون سيغ اونغوجيسترومون امبريمي، شوفوا امبريمي. دونك غندير لي بوتون اللي كنحتاجوهم بزاف امبريمي حتى هي نخليها على شكل ايكون. فوالا نعاود نرسم ان اوتر بوتون نفس الكاتيغوري
دونك غندير سوفغاردي. سوفغاردي نورمالمون هي ميتر اجور او بيان هي موديفي. دونك سوفغاردي غنسميها موديفي. سويفون تيرمين. دونك غنرسم ان اوتر بوطون. اوبيراسيون سور انرجسترومون سوبريمي. نخليها ايكون ديال كوربي. تيرمين. Donc comme ça, quand on ressent, ou bien j'ai créé des contrôles de type bouton sur le formulaire d'y aller. Donc, puis d'abord le mode formulaire, on gère les boutons. Donc annuler, c'est annuler. Annuler, ça veut dire accept ou bien trajet à l'aide de l'amélioration. C'est annuler, voilà. Imprimer, c'est imprimer. Le but d'imprimer le formulaire. Modifier, il y a déjà un dé ou un l'enregistrement. بغيت ندير ليه موديفيي لي زانفورماسيون ديالو. دونك سوبريمي سي سوبريمي. دابا غادي نزيدو دي زوطخ بوطون كوم لو بوطون بروميي ديرنيي بريسيدون اي سويفون. دونك هنا لوبيراسيون سي لو ديبلاسمون اونتر انرجسترومون. داكو نمشيو لمود كرياسيون نفس لي زيتاب. نكليكي على لو بوطون كريي بوطون. قد نمشي لأوبيراسيون أو بيان ديبلاسمون أونتر أنغجيسترومون. دونك غنبدا بخوميي. فوالا بخوميي. دونك هاد لو بوطون هدا إلا كليكيت عليه ديما غيديني لو بخوميي أنغجيسترومون عندي في لاطابل. دونك سويفون نخليوها إيماج تيرميني. العكس ديال بخوميي هو ديغنيي. فوالا دونك كنمشي نفس كاتيغوري ديبلاسمون أونتر أنغجيسترومون. Dernier enregistrement suivant terminé. D'abord on dit le bouton précédent. Neuf catégories. Donc enregistrement précédent. Allez image. Voilà. Neuf tarika. On crée le bouton. Créer bouton. Catégorie déplacement entre enregistrement. Donc précédent l'axe là il y a suivant enregistrement suivant khaliwa image suivant terminé. Voilà donc là j'ai créé le bouton suivant. Njarbou daba les boutons. Clic droit enregistrer. Clic droit mode formulaire. Voilà daba il a cliqué sur le premier غيعطيني اول واحد dernier اخر واحد سجلت. Donc précédent يعني l'enregistrement précédent. Suivant, il y a l'enregistrement suivant. Donc, ça va être modifié. Maintenant, on peut mettre le numéro de téléphone. Donc, on peut mettre le numéro de téléphone, cliquer là, modifier. Donc, parmi les rôles, les formulaires, ou la création de la partie graphique de l'application.